مرحبا بكم في قناة عبدو سبور ديزاب. بعدما انتشر خبر إصابة مدرب نادي غلطة سراي التركي فاتح تيرين بفيروس كورونا، أكد النادي التركي في إعلان رسمي له عن إصابة المدرب، وذلك بعد إجرائه التحاليل اللازمة والتي كانت إيجابية، أي أن المدرب مصاب فعليا بفيروس كورونا، وهو ما جعل إدارة النادي تعلن حالة الطوارئ وتتخذ الإجراءات اللازمة مع لاعبها، خاصة وأن آخر مباراة لعبها النادي منذ 9 أيام فقط، أي أن المدرب كان قريب جدا من لاعبه، وهو ما يحتم على الجميع إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة. وسيخضع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي رفقة باقي تعداد نادي غلطة سراي التركي إلى حجر صحي مشدد، ولن يقتصر الأمر على اللاعبين فقط بل سيشمل كل من الطاقم الفني والإداري، بالإضافة إلى كل العاملين والعاملات في محيط النادي مع إجرائهم التحاليل الطبية اللازمة. وبعد هذه الأخبار تلقى اللاعب سفيان فيغولي تضامن كبير من قبل الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتمنى عدم إصابة لاعب الخضر بفيروس كورونا. جدير بذكر بأن إدارة النادي التركي قد أكدت بأن الحالة الصحية للمدرب فاتح تيرين عرفت بعض التحسن التدريجي في انتظار ما ستعرفه تحاليل باقي اللاعبين. سلام.